بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم ضمن انطلاقات مهرجان سمو ولي عهد دبي. في هذه اللحظات ثاني جولاتنا وأولها تبدأ مع المحليات الأصايل. شعارات أبناء القبائل وأبناء الخليج قدموا على أرضية هذا الميدان مع انطلاقة هذه الذلة. تقدم مباشرة ما بعد انطلاقة هذه الشعارات، تتقدم مع المركز الأول، اتقدم مع توزيع المركز الاول. سعيد بالعثة بالخزع العامري يقدم توزيع في اول الاسماء. المركز الثاني يمطفي القادمة، سعيد بن راشد بن دغيش الاكتبي القادم في هذه اللحظات على المركز الثاني. المركز الثالث الجذاب لسعيد بن غصاب راعي الطير العامري. المركز الرابع خيرة قادمة، خيرة لمحمد بن صالح بن جابر العامري. المركز الخامس تقدمت سرابة في خامس المراكز لمطر بن خلفان بن مطر الشامسي، يتقدم في هذه اللحظة على المركز الخامس. والمركز السادس، سادس المراكز يتواجد شعاري أولي أشواطنا في صباح هذا اليوم. شعاري رغد على ظهر شمعة القادمة لراشد بن محمد بن راشد بن غدي الكتبي، يتقدم في هذه اللحظات على المركز السادس. سابع المراكز نتابع المركز السابع والقدوم في هذه اللحظات على المركز السابع. المركز السابع نتابع مركزنا السابع يحمل في هذه اللحظات تحديات وانطلاقة القادمة والمنطلقة في هذه الكايدة. محمد بن سعيد بن حمد النعيمي من يقدم الكايدة على المركز السابع. ثامن المراكز الوثبة لناصر بن حمودة بن حمد العفاري. المركز التاسع القدوم في هذه اللحظات والتسلل من قبل القادمة والمنطلقة زعفرانة للسلطان بن راشد بن محمد الهايري. والمركز العاشر تقدم وانطلاقي من عالية، اختم ندائي مع عالية وانطلاق شعار راشد بن سعيد بن راشد بن عبيد النيادي. هكذا هي النتيجة، هكذا النداء الاول لهذه الاسماء المنطلقة والحاضرة العشر المراكز. لكن اسماء قادمة وشعارات قادمة لن يحل موعد دخولها حتى هذه اللحظات الى دائرة الاعلام. عودة الى المركز الاول، عودة الى توزيع المركز الاول. سعيد بالعثة بالخزع العامري يتقدم على المركز الاول، يقدم توزيع في اول الاسماء. المركز الثاني القادمة خيرة القادمة لمحمد بن صالح بن جابر العامري، يتقدم في هذه الانطلاقات ويقدم خيرة على المركز الثاني. غيرت خيرة وتقدمت على المركز الأول، توزيع على المركز الثاني. المركز الثالث الجذاب القادمة لسعيد بن غصاب راعي الطيرة العامري، يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثالث. والمركز الرابع، المركز الرابع نتابع شمعه القادمة لراشد بن محمد بن راشد بن غدير الكتبي، يتقدم على المركز الرابع. والمركز الخامس، خامس المراكز التواجد من قبل زعفرانة لسلطان بن راشد بن محمد الهاجري القادم في هذه اللحظات على المركز الخامس. سادس المراكز الوثبة لناصر بن حمودة بن حمد لعفرانة
الحفاري المركز السابع. السابع مطفيه لسعيد بن راشد بن دغيش القادم شعار بن دغيش المتقدم مع هذه الانطلاقات. وثامن المراكز يتواجد وتنطلق الكايده بشعار محمد بن سعيد بن حمد النعيمي على المركز الثامن. تاسع المراكز عاليه القادمه في هذه اللحظات لراشد بن سعيد بن راشد بن عبيد النيادي يتقدم مع عالية على المركز التاسع. المركز العاشر اول ندى لروعة القادمة روعة 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 محمد بالدحبة بن سعيد بالزفنة العفارية يتقدم ويقدم روعة على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، هكذا نتيجتنا وندانا الثاني للعشر المراكز الأولى المنطلقة والمتقدمة. مشاهدينا متابعينا الكرام حضورنا الكريم متابعينا أمام شاشات دبي ريسنج وقناة ياس كذلك الرياضية الحاضرة على أرضية هذا الميدان. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول. التغيير من قبل خيرة اللي غيرت خيرة على المركز الأول. محمد بن صالح بن جابر العامري يتقدم في هذه اللحظات ويقدم خيرة على المركز الأول في شوط المحليات الأصايل. الإنتاج والمنتجين المركز الثاني. المركز الثاني توزيع القادمة توزيع سعيد بن العثة بن خزع العامري القادم على المركز الثاني يقدم توزيع يتقدم مع توزيع ينطلق في هذه اللحظات مع توزيع. المركز الثالث الجذابة القادمة الجذابة سعيد بن غصاب راعي الطير العامري قادم ويقدم الجذابة على المركز الثالث. المركز الرابع شمعة القادمة راشد بن محمد بن راشد بن غدير الكتبي يتقدم مع شمعة على المركز الرابع. والمركز الخامس وصلت مطفية تقدمت مطفية في هذه اللحظات سعيد بن راشد بن دغيش يتقدم في هذه اللحظات. شعار بن دغيش ينطلق على المركز الخامس. والمركز السادس المركز السادس زعفرانة لسلطان بن راشد بن محمد الهايري القادم المتقدم الهايري من القادم الوثمة قادمة ناصر بن حمودة بن حمد العفاري يتقدم في هذه اللحظات على المركز السابع. ثامن المراكز المركز الثامن روعة محمد بن الدحبة مسعيد بن زفنة العفاري القادم على المركز الثامن. تاسع المراكز مواري محمد بن سيف بن فاضل المزروعي يتقدم ويقدم مواري في هذه اللحظات على تاسع المراكز. والمركز العاشر مياس القادمة مفرح بن مطر بن عبد الله المسافري اول ندى لشعاره والى مياس. هكذا هي النتيجة لهذه الاسماء لهذه الشعارات المنطلقة والحاضرة. موقعنا واقترابنا من 2 كيلومتر مضيق العبور واتجاهنا سليم الى المقصورة الرئيسية الى خط النهاية. وزع التوزيع انطلق التوزيع في هذه اللحظات على المركز الاول وعلى الصدارة وعلى المقدمة. توزيع العايدة ملكيتها لسعيد بن العثة بن خزع العامري يتقدم في هذه اللحظات. يأتي ويقدم توزيع الجذابة القادمة على المركز الثاني لسعيد بن غصاب راعي الطيرة العامري يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثاني. السلام للقطاع الجنوبي حتى هذه اللحظات. شمعة القادمة شمعة القادمة لراشد بن محمد بن راشد بن غدي الاشتبي يتقدم في هذه اللحظات ويقدم
يقدم شمعة القادمة على المركز الثالث والمركز الرابع. وصلت الوثبة 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 ناصر بن حمودة بن حمد العفاري القادم على المركز الرابع يقدم الوثبة وروعة قادمة. محمد بن الدحبة بن سعيد بن زفنة العفاري القادم مواري مواري مواري. محمد بن سيف بن فاضل المزروعي يتقدم ويقدم مواري في هذه الانطلاقات مع هذه التحديات القادمة. مواري 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 مواري. بنقول الكيلومتر الأخير شواهين شواهين حسن بن فهد بن محمد آل حمير آل بريك قادم في هذه اللحظات ينطلق في هذه اللحظات مع شواهين. أول نداء لشعاره أول نداء لشواهين. والقادمة القادمة مياسة مفرح بن مطر بن عبد الله المسافري القادم مع مياسة. لكن نعود إلى الصدارة إلى شمعة اللي غيرت شعار أول أشواطنا في صباح هذا اليوم. شعار رغد شعار رغد القادم على المركز الأول لكن بطريقة شمعة المركز الأول. راشد بن محمد بن راشد بن غدير توزيع توزيع القادم على المركز الثاني. توزيع لسعيد بن العثة بالخزع العامري يتقدم على المركز الثاني. القادم في هذه اللحظات من القادم مواري محمد بن سيف بن فاضل المزروعي وشعار الدحبة بالزفنة قادم. والظبي الظبي سيف بن سالم النايلي الشامسي قادم مع الظبي. ولكن نعود إلى شمعة إلى شمعة المركز الأول النقطة الثانية لهذا الشعار في صباح هذا اليوم. ما بعد رغد تأتي شمعة مؤكدة حضور شعاري مرغم شعار البيارق راشد بن محمد بن راشد بن غدي الكتبي. تهانينا والناموس لك يا أبو محمد على فوز شمعة بالمركز الأول. المركز الثاني توزيع لسعيد بن العثة بالخزع العامري. المركز الثالث وصلت روعة لمحمد بن دحبة بسعيد بن زفنة العفاري. المركز الرابع المركز الرابع شواهين لحسن بن فهد بن محمد آل حمير آل بريك. المركز الخامس الظبي لسيب بن سالم النايني الشامسي اللي احتلت المركز الخامس. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني ولحظة وصول شعار شمعة إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 12 دقيقة 36 8 أجزاء من الثانية هو توقيت شمعة. تهانينا والناموس لراشد بن محمد بن راشد بن غدي الاجتبي. المركز الثاني توزيع 12 دقيقة 38 جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لمالك توزيع سعيد بن العثة بالخزع العامري. المركز الثالث نتابع المركز الثالث روعة 12 دقيقة 40 6 أجزاء من الثانية. المركز الثالث هذه روعة بشعار محمد بن الدحبة بن سعيد بن زفنة العفاري. تهانينا والناموس للجميع.